تاريخ 14 أو 15 يناير. فاليوم وقت موعد تسميد النباتات، أنا سميتهم طبعا أكثر تسميد خاصة في الشتاء بداية الخريف، وفي الشتاء أسمد بالسماد الطبيعي، السماد الطبيعي المعالج، السماد العادي سماد البقر. لكن بعد في بين الفترات بين الشتاء والخريف أو بين الخريف والشتاء وبعد الشتاء استعمل ام بي كي كمساعد للنباتات. اليوم بتكلم باختصار شديد عن الانواع اللي هي الام بي كي، لان ماي من الام بي كي كمكتوب لك ام بي كي معناته نيتروجين فسفور بوتاسيوم. نيتروجين اللي هو الان، الفسفور البي، والبوتاسيوم الكي. هو يجيك عاده انواع، ما عليك من الالوان، تشوفني وردي ازرق وردي شوي، ما عليك من الالوان، عليك من الارقام الموجوده. لاحظيني الأرقام الموجودة في على العلبة. نشوف هذه 15 30 15، هذه 15 15 30. هذه تستعمل متى؟ يعني لو كنت أنا محتاجة تكوين خضري راح أعطيه النيتروجين عالي، فبتحصل الرقم الموجود من أول واحد تحصله أعلى من البقية. عندك الثاني الفسفور، الفسفور الوسطي. إذا كنت تحتاج حق تكوين جذري أقوى أو تبي تزيد من تجذير حق النبت اللي عندك، الشتل اللي عندك، تعطيه عالي الفسفور، مثل اللي عندنا ذي الأزرق، عالي الفسفور. الألوان ما لها دخل، عليك بالأرقام. إذا كنت تحتاج أنت على مقبل على موسم إثمار وإزهار مثل احنا مقبلين عليه الحين إن شاء الله في الربيع، تعطيه عالي البوتاسيوم، مثل اللي عندنا هنا عالي البوتاسيوم، حصة 30 الرقم أكثر، آخر رقم. وعندك التي، هذه المكتوبة عليها زائد تي اي، هذه عناصر صغرى يحتاجها النبات. لو كنت ما تحتاج، تبي تعطي بشكل عام حق جميع النباتات، حق تبي حق تجذير، تبي حق ازهار، تبي حق تكوين خضري، تعطي هذه. شوف متعادل، هاي يسمونها ام بي كي المتعادل 20 20 20 او بعضهم 15 15 15، الرقم ما يهم كمتعادل. هذا الاعيد واكرر، الالوان ما لها دخل، عليك بال أرقام. هذه شركات تختلف، كل واحد يحط لها لون. ببتدي الحين في كميته، إيش كثر نحط في الماء. فأنا بعطيهم حاليا عالي البوتاسيوم حق مرحلة الإزهار، مرحلة الثمار. عندي أنا هنا دبة 5 لتر، هذه 5 لتر، هذه أنا اللي جربته واستعملته ووصلت عليه وأحس ناجح حق نباتاتي في 5 لتر. البعض يحطهم في 10 لتر، هذه درجة الأمان في ما يقولون. إذا أنت أول مرة خليك في 10 لتر، أنا جربت لي 5 لتر كانت كميتي ممتازة، فالحمد لله رب العالمين. فأنا اليوم بحط عالي البوتاسيوم، لاحظ الرقم عندك عالي البوتاسيوم اللي هو 30، الحرف الكي يكون أكثر من البقية يمكن. فالكمية اللي بحطها لاحظ معي، عندي قفشة طعام، ملعقة طعام صغيرة باخذها بامسحها، هذه الكمية ما باخذها كامل العلبة، لا هذه خطأ، هاي تحرق النبات كله ترى، أيام راحت علي نباتات. فتاخذ هذه الملعقة تمسحها وتحطها في وتزيدها معي. طبعا انا عندي بس عشان قياسي احط لي كل نبتة تقريبا لترين. هذه عندي انا مرش حق الزرع، عمقه او حجمه لترين، بحط لترين عشان اعرف بس الكميه اللي احطها حق الزرع. والحين نبتدي في سكب المحلول. طبعا تعطيه حسب الكميه اللي تعطيه انت المعتاد، يعني اذا كنت تعطيه بالمرش الزرع كم تعطي كل مره تعطي مثله، اما اذا كنت تستعمل مثلي انا استعمل التنقيط فاعطيه حق كل معاء لترين حق شجره واحده. شدي خلصنا ام بي كي، حتى النباتات الموجوده في الاصايص ايضا نحط لها، مو بس اللي في الارض، بالعكس هاي تحتاج يمكن اكثر حاجه من اللي في الارض. الارض تحصل اسبيد، تحصل مغذيات، هذه ما عندها الا هذه التربه البسيطه الموجوده عندها، فهذه بعد نعطيها من هذه السماد ام بي كي. السماد ام بي كي نعطى كل اسبوعين، هذه انا فترة الأمان. ف
في الصيف مثلا اعطي يعني تعطي اقصى حل لنهايه 4، بعد خلاص اذا دخل شهر 5 خلاص توقف. جميل اسمري حتى السماد.